يستخدمون آلية السياح. القصة اللي صار عليها جدل كبير معالي الوزير هو الإعلان عن إنتاج 5 مليون طن، واللي أنتم حضرتم قلتوا أنه هذا يسد الحاجة المحلية. البعض شكك بهذا القصة، قالوا شنو اللي صار؟ معالي الوزير قال عندنا 2.5 مليون طن، وراها مباشرة صار 5 مليون طن. البعض اتهم قال نصف هذا الإنتاج إجا من سوريا ومن إيران ومن جهات أخرى، وأعلن عنا على أنه ناتج محلي. هاي شلون تردها تهمة لو حقيقة؟ أستاذ نجم، إحنا الآن من نعد الخطة الزراعية من نقول 8 مليون العام الماضي كان عندنا حدود 8 مليون دونم. 8 مليون مو رقم إجمالي، هذا الرقم بتفاصيل، تفاصيله بأسماء الفلاحين، أسماء المزارعين والمساحات اللي يزرعوها. يعني أنا عندي في المحافظة مثلا واصل عندي 200 أو 300 أو 1000 دونم، هذه الألف دونم 10 دونم لفلان و20 دونم لفلان بالأسماء. زين، هذه أولا، أنا أولا سمحت له بالخطة حتى أسوق له، هذا أول مؤشر. المؤشر الثاني أنه بعد ما زرع راح أزوده بأسمدة، وعلى ضوء الأسمدة ما يتزود إذا ما يأيد بالشعب الزراعي أنه هذا زارع. واضح. قبل الحصاد إحنا عندنا جروب خاص لكل مدراء زراعة العراق، نطلب من عندهم رسميا أنه زودونا شقد المتوقع بالتسويق. عندي الآن 1000 دونم، بس أنت إيش تتوقع؟ يقول لي أنا غلتي 1000، 1000 في 1000 إذا مليون، غلتي 500، يعني 500 ألف. كل حسبناها كانت تتجاوز 5 مليون. كل محافظة ما أشيع. لا أستاذ نجم، أنا أستميحك عذر، اللي قبل الحصاد كل الجروبات، كل من ذكر أبو الموصل ذكر الرقم مالته كان 950 لحد الآن أتذكره، أبو كركوك ذكر عنده أكثر من 750، أبو واصل ذكر المثنى، وهكذا كلها مجموعة كانت تتجاوز 5 مليون طن. من سوقنا هذا رسميا عراقي دخل بالمخازن العراقية، من سوقنا كان رقم مقارب جدا لما ذكره، لأن هذا تدري تخمين يطلع 100 يطلع 50 ألف، بس ما ليطلع 3 مليون صعب. ليش صعب؟ أولا ما ممكن، لأن أنا تقديراتي وتخميناتي كانت تقول هذا الرقم، تخميناتي اللي قبل ما أحصد، تخمينات مدراء شعبة زراعية، كل شعبة زراعية في العراق. يعني تتخيل مثلا في كل محافظة موجود 10 أو 12 شعبة، كل واحد مطي تقريره ومجموعة. هذا واحد. أي نعم. القضية الثانية، جينا قعدنا مع الأخ مدير عام وزارة التجارة، يابا أنت إذا عندك الآن 3 مليون إيش قد تحتاج لك تدخلها؟ قال صار 3 مليون، على الأقل أحتاج أكثر من سنة حتى أنقل 3 مليون طن للعراق. 3 مليون ساد نجيم، إذا تحطها تريلات توصل أبعد من البصرة. إي تمام، ما أختلف وياك. فما ممكن أنت خلال شهر، أقل الشهر، اللي يعني المناطق الشمالية اللي إحنا إذا نريد يصير دخول لمحصول خارجي من سوريا من إيران، ذن البلدين إذا يريد يدخل من ذن البلدين، ذن البلدين يحصدن فقط وين؟ المناطق الشمالية، متأخر حصادهم، يعني ما يحصد وين؟ الوسط والجنوب، والوسط يكون خلص. زين، ذيك المناطق كل مدتها ما تتجاوز 20 يوم. زين، 20 يوم دخل 3 مليون طن، غير منطقي. إذن هاي تهمة. مؤشراتنا في وزارتنا ومن خلال دوائرنا الزراعية أنطتنا مؤشر على المساحة المزروعة اللي بحدود 5 مليون طن. أريد إجابة مباشرة مع الوزير، قصة دخول حنطة من دول أخرى وإضافتها على الناتج القومي المحلي تهمة لا أساس لها. إحنا أنا أذكر الوقائع اللي عندي، أما أي شخص نائب أو مواطن ما أو أي شخص بشكل مباشر. لا أنا أقول لك تهمة وليست حقيقة. أنا ذكرت أنه في أكثر من محفل أنا إنتاجي كان أكثر من 5 مليون طن من خلال شعب الزراعية اللي عراقي من طبعاً. أرض عراقية، أرض عراقية للموسم طبعاً. وافتخرنا به وسوينا احتفالية في فندق الرشيد ودعينا الوزارات، ورئيس الوزراء كان المفروض يحضر بس بقته كان عنده سفر خارج البلاد. لأنه كانت سنة حقيقة، أولا مطيرة، اللي شنو اللي تقول لي شنو اللي خلى يوصل؟ أسباب. أنا في الموسم الزراعي السابق اللي قبلي
كانت سنة جافة جدا. هذا واحد. الموسم الزراعي السابق كان يعطي 5 كيلو للدونم، 5 كيلوغرام من الأسمدة. أنا انطيت 40 كيلو، 8 أضعاف الكمية. دعمتها بالسعر 50% سعر، أشتري السماد من وزارة الصناعة ب1,600,000 أبيعها ب900,000 دينار، 700,000 دينار بفرق. الفلاح من شاف دنيا تمطر وسماد الدولة تبيع لي إياه بنصف القيمة وكمية كبيرة، بلش ما خلى إيش عنده أراضي زرعها، جاوزوا حتى على الخطة الزراعية، وإحنا استلمناه لأنه شفناه في ظل الظروف وفي ظل ظروف المنطقة الأمنية جيد أن نأمن. زين. جيد أن نأمن. العامل الثالث، وعدنا الفلاحين وأوفينا بوعدنا من الأول أنه ياب المحصول السنة ما يتأخر ب3 سنين الماضية، تستلمه خلال أسبوع إلى أسبوعين. فعلا ماكو فلاح بقى أكثر من أسبوع، أسبوع 10 أيام بالكثير، أسبوعين ما وصل عندنا فلاح إلا واستلم مبالغه هاي طبعا.